تقدر تقول لا، تقدر ترفض، يعني عندنا مساحة من الحرية. طب ازاي بقى يبقى في حرية والبلد واقفة؟ شفت سؤالك شلون إلى جوابين أستاذ ناجي، وانت بكيفك براحتك، تريد الجواب الأول ولا الجواب الثاني؟ إذا كان علي أنا عايز حرية وعايز خدمات. يبقى ما تقدر تعيش بهذا الوضع. اسمع يا سعد، الوضع السابق ما كان ممكن يتغير لولا تدخل الأمريكان، وهاي حقيقة علينا أن نعترف بها كلنا. الوضع سيء، الأمور دا تصير من سيء إلى أسوأ. لا كمال، إحنا دا نعيش بأسوأ وضع الآن. لا يا سعد، أنا أتذكر قبل كنت أجيك لهنا للبيت وما كانوا الأمريكان داخلين للبلد، وكنت تقول نفس هاي الجملة ونفس هذا الحكي. اسمعوا يا جماعة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، العيب فينا إحنا. لا كمال، لا لا تبرر المذنب وتخلي الذنب عليك، يعني أنت الشعب، والشعب الآن لا حول إلا ولا قوة. ليش؟ إحنا مو بشر؟ إحنا ليش يعني ما نقدر نعترض ونقول لا؟ ما كنت تقدر تقول لا لولا تدخل الأمريكان كمال. لا كنت أقدر أقول لا. صلوا على النبي يا جماعة، يعني ده سؤالي اللي أنا سألته، وأنا ندمان إن أنا سألت السؤال. اللي يدري يدري والما يدري قضبة عدس. مظبوط، هو ده التحليل المنطقي. هو قال إيه؟ معناه إيه يعني؟ هو بيقول نفس الحكاية مالتكم المصريين، اللي ما يعرفش يقول عدس. اللي قاله ده ما اللي ما يعرفش يقول عدس. نهار اسود، مين يصدق ان اللي بيزيح السلطانيه بالطريقه اللا ادميه دي هيبقى مليونير لما يرجع مصر؟ لا وهيطلع في البرامج ومحدش عارف يكلمه، والمصحف لمسك عليك صور عشان انزل لك على الجليد. لا لا يا ابراهيم، المصحف لعمل. لا يا ابراهيم لا، وبعدين يا ده انا القرش ما بيغيرنيش الله، وبعدين علمك بقى، انا لو كنت عايز فلوس كنت جبتها وانا قاعد في مصر وحطيت رجلي على رجلي كمان. شايفين اهو الشاب النخع ابتدى ينخع اهو. يا دي يا عون انت افهم، يا اسحب يمين على رقبتي ان مصر دي فيها فلوس قد الدنيا دي بحالها. بس تقول ايه بقى، حاميها حراميها اللي واكلينها ولعه، لكن اوعى يكون في نفوخك كده ولا يكون خطر على بالك لمجرد خاطر كده ان عبد الجليل ده يقبل على نفسه ولا على امه الغوالي اي قرش حرام. سلام. اسمعني انت يا شيخ حسن، هو يا شيخ حسن انا مش كنت ممكن لا مؤاخذه ابيع مخدرات؟ هو انا مش كنت ممكن اشتغل ورقصه بلطجي واخد فلوس قد كده؟ لا صح ولا لا؟ ربنا يبارك لك يا عبد الجليل ويرزقك من واسع. انت ليه محسسنا يا شيخ حسن ان احنا جايبين الفلوس اللي معانا دي من مشروع خيري؟ ايش حال ان ما كناش سارقينها؟ اخلص اوعى تقول كلمه دي تاني. طلع عليا مفيش حاجه، ايه سرقينها دي؟ مش هقولها، مش مين خلاص. عاوز تطلع الشيخ حسن في الاخر حرامي؟ انت تاريخ بتعمل كده؟ انا لو عندي شك واحد في المليون، واحد في المليون ان الفلوس دي حرام، ما كنتش طلعت معاكم الرحله الغابره دي وخدت من الفلوس اللي انتوا خدتوها دي. انتوا عارفين احنا جايبين الفلوس دي منين؟ من اسرائيل، من الصهاينه. الصهاينه اللي اخذوا حق اخواتنا الفلسطينيين وقتلوهم وسرقوهم ونهبوا اراضيهم وبيوتهم. احنا لما كناش ناخد حقنا عين بعين وسن بسن ما نبقاش مسلمين صح. والمؤمن القوي خير من المؤمن الايه؟ ليه؟ الضعيف. طب والفلوس اللي معانا دي نسميها ايه يا شيخ حسن؟ منحه ولا هبه؟ اقول لك نسميها ايه؟ غنيمه. الله يفتح عليك يا شيخ حسن، الله يفتح عليك، هو ده الكلام. الله، ما هو هو ده شيخ حسن. الله اكبر يا شيخ حسن، ربنا يطمن قلبك زي ما طمنت قلبنا. سرقوا العراق استاذ ناجي، سرقوا القصور والمتاحف والمكتبات، الحضاره بالعراق انتهت، كل التماثيل والكتب الثمينه طلعت خارج البلد والان تباع باسواق اوروبا وامريكا. والبنوك انسرقت ايضا استاذ ناجي. يا راجل، مثل ما اقول لك، ملايين الدولارات كانت هنا حطوها بالجنط وطلعوها برا. يا سلام. لغايه 2009 لم تتوقف السرقه، والبنوك اتسرقت برضه. بعض الحمايات المسؤولين والميليشيات دخلوا على بنك وسرقوا تقريبا 10 ملايين دولار.
$10 مليون يعني 10 مليون دولار يعني ما يستاهلوش الهول بدا كله. مهزلة مهزلة، ناس دخلت على الخزائن وفجرتها، وناس انقفلت عليهم الخزائن، وناس اختلفوا بعد السرقة واخذوها وطلعوها برا واشتروا عقارات وبلاوي، وقمنا نسميهم حواسم. حواسم ليه؟ النظام السابق قبل الاحتلال قالوا هاي الحرب هي الحاسمة، ولذلك سميناهم الحواسم لأن هم اللي استفادوا من هاي الحرب. يا زهر، إيه اللي جابك أنت؟ مش قلت عايز تريح شوية؟ إيه ناجي باشا، أنا قلت أطلع أشم شوية هوا، البدروم ده تحت كاتمة قوي. خليه شكم نزل بالسرداب، خليه يجي يقعد يشرب شاي. لا أصل هو عامل زي يحب دايما ينام جنب الشنط يعني. سعد ناجي، لا تدير بال، ترى البيت أمان. أنا عارف البيت أمان طبعا، أنت هتقول لي بس أنت عارف إن في أوراق مهمة، ممكن ورقة تقع كده تروح كده. في يا سعد؟ يمكن سيارة مفخخة انفجرت هنا ولا هناك، هاي صارت عادي، احنا يوميا نسمعها كده. اه بس اللي فجرت ده قريب قوي، انا حسيت ان هو تحت مني. أمو سعاد، نعم. سيارة مفخخة مضبوط؟ لا يا أبو أنا آسفة. لا هاي عبو لاصق حطوها بالسيارة وفجروها من بعيد من الريموت. لا الأبو اللاصقة ما تسوي هيش. لا هذا نفس الانفجار صارت بساحة عنتر بالضبط نفس هذا الصوت. يلا 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 جروا روحوا لعبوا برا. يلا قوم يا زهر، قوم يا خايب، الأطفال هنا خبراء مفرقعات. دي أول مرة نقعد فيها لوحدنا من ساعة ما كنا في سوريا. قصدك من ساعة ما كنت عايزة تنهي علاقتنا وإحنا في سوريا؟ أنت لسه فاكر؟ خلاص بقى يا حسام، أنت قلبك قاسي قوي، عديها بقى. طب أنا مستعد أعديها بس بشروط. هي بقى بشروط دلوقتي؟ خلاص قول. كلمة نسيب بعض دي لو اتهدت السما على الأرض ما تقوليهاش تاني، أنت فاهمة؟ خلاص ماشي. إيه ده يا حسام؟ تتجوزين؟ في حد يسأل سؤال زي ده في الظروف اللي احنا فيها دي دلوقتي؟ أيوة أنا. تتجوزيني؟ القرار ده مش قراري أنا لوحدي، أنت لازم تسأل ولي أمري. ولي أمرك إيه وأنت ليكي أهل أساساً؟ أنا من ساعة ما عرفتك ولا أب ولا أم بيسألوا فيكي. أمال ناجي عطا الله ده يبقى مين؟ يبقى أبوي. خلاص اعتبره أبوي أنا كمان، ولازم تاخد من فضلك. ربنا يتم بخير إن شاء الله، بس نطلع سلام من هنا. إن شاء الله. أستاذ ناجي، أكبر نسبة أرامل بالعالم موجودة عندنا بالعراق، حتى تعرف الحروب اللي سوت بينا قضت على رجالات العراق، العلماء والمحاربين وأساتذة الجامعات. نسبة النساء للرجال عندنا كلش كبيرة، هاي إضافة إلى أمراض الحروب، سرقة ونهب وسلب